الغيره مالها السن يا عبد الله؟ اصل الراجل لما بيكبر سن مخه بيصغر سنتين. انا راجل يا مهفوف انت؟ الراجل اللي تعرفيه بقالك 27 سنه متجوزاه، عمرك شفتيه بيبص على واحده؟ وانا ايش دراني؟ ايش عرفني؟ هاتي لي تفصيله واحده انا عملتها طول عمر جوازنا تقول ان انا راجل دني ولا بصاص ولا بتاع ستات، ايه الهبل اللي بقيتي فيه ده؟ انا ماليش دعوه باللي حصل، انا ليا دعوه باللي شفته بعيني النهارده. قصدك باللي شفتي بانتوحه وفكرت بمختوحه الهبله المطيوره المعذوره لانها جهله، لكن احنا بقى يا متعلمين يا معلمين يا كمل عذرنا ايه؟ ايه؟ خدني يا رب بعد الشر. انا هبله ومطيوره يا باشمهندس؟ اخسى على العشره والعيش والملح مش قفشتك. صنعتي على بابا وماما يا دوحة، اخسى على العشره والعيش والملح. وطي صوتك يا سمو النبي، وطي صوتي؟ ده انا هفضحك. معلش عشان خاطري، بس الله غفور رحيم. بس اللي بتعمليه ده حرام يا دوحة. معلش يا سمو، الله غفور رحيم يا سمو. غفور رحيم ليكي انتي لوحدك، اشمعنى انا مش بيسامحني؟ معلش هيسامحك المره عشان خاطر دوحة. خاطر دوحة؟ دلوقتي هيسامحني؟ ما انا كل مره بعمل نفس العمله دي تقولي ربنا هيرميكي في نار جهنم. لا خلاص انا اسف يا دوحة، انا اسف. خلاص ايدك على 50 جنيه علبة بقى شوكولاتات كتيرة كده، ها، ومصاصات بقى وحلويات كتير قوي. هفضحك والله كتير يا سومة. على فكرة يا سومة انا عندي السكر. هو انت اللي هتاكليهم ولا انا اللي هاكلهم؟ بجد الكلام اللي انت بتقوله ده يا بودي؟ بجد؟ يعني انت كنت كل بس اللي بتعمله انك بتخلص الخناقة ما بين الست ليزا وعم رزق الفكهاني؟ عايزة ايه يا ناس؟ انا بصراحة مش طايق يعني. الله اخسى عليك، ما انا قلت لك بعد الشر. طب وبالنسبه للاسفه دي ما جاتش في القاموس خالص؟ كده بقى الكلام ده يا عبودي. ايوه يا ستي، الخناقه كلها على كام كيلو اللي انت حضرتك تفضلت بتعدادهم دول؟ وفي الاخر اتدبست انا فيهم، وفي الاخر خالص مرمين دلوقتي في القهوه. لو عايزه تتاكدي اكتر ممكن تنزلي تسالي مع عم زكريا فتروحي مصغراني. لو عايزه تصغري انت بقى شخصيا اكتر اسالي ليزا، ونقعد نصغر كده لغايه ما نتلاشى. انا صغرت واللي كان صغرت قوي النهارده يا عبد الله. الاداره جت وحولتني للتحقيق وبعزقت كرامتي. ايه ده؟ وهزقتني قدام المدرسه كلها. ايه ده بجد؟ حولت تحقيق ليه؟ علشان بسببك تهببت في الحوار ده، وقعدت بقى مشغوله جدا ودمي كان فاير وكنت عايزه اجي اخنقك، وسبتهم ملطوعين نص ساعه ونسيتهم. انت يا حبيبتي مش ممكن نبعد عن بعض حتى في الكوارث، احنا بقى نحط البلوه بتاعتي على البلوه بتاعتك ونتفسح ونتسنكح في اروقه الشؤون القانونيه. يا حلوه يا ام المريله يا بمبي. بس انا بقى نيبتي اكبر من نيبتك. اشمعنى؟ علشان انا بلوتي لسه بقالي 6 شهور بس، وجايين اللجنه علشان يقيموا ادائي، لكن انت بقى. انا بقى ايه؟ ده بجد انا بقى ايه؟ لسه انا قضيت تلتين عمري بشتغل بكل اخلاص في مكان واحد بحبه، اول غلطه اعملها بعد السنين دي كلها محدش يكلف نفسه ويقيم ادائي. اكتر من 30 سنه وانا من البيت للاذاعه ومن الاذاعه للبيت زي التلميذه المؤدبه، وفي اول حفره كل السكاكين تطلع عليا. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا عبد الله؟ سكاكين ايه؟ كفايه شاديه والكلمتين اللي لقيتهم في حقك في التلفزيون امبارح. الناس فوقي الكلمتين اللي فرحانين بيهم كل الدنيا دول، بنتك بتضيع يا ايناس بسببهم. اترابت في متاهه يا عالم، هتخرج منها ولا هرتكب جنايه عشان اخرجها منها؟